ببطة باب ما روي في ذلك عن الصحابة في مذهبهم في القدر. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه قال: خلق الله عز وجل الخلق وكانوا قبضتين، فقال التي عن يمينه ادخلوا الجنة بسلام، وقال من في الأخرى ادخلوا النار ولا أبالي، فذهبتا إلى يوم القيامة. وإسناده صحيح. آمين آمين وإياكم آمين. وقال أبو بكر الصديق: خلق الله الخلق فكانوا قبضتين، فقال من في يمين ادخلوا الجنة بسلام، وقال من في يدي الأخرى ادخلوا النار ولا أبالي، قال فذهبتا إلى يوم القيامة. وعن أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال: إن الله عز وجل خلق الخلق فجعلهم نصفين، فقال لهؤلاء ادخلوا الجنة ولهؤلاء ادخلوا النار ولا أبالي. وكان أبو بكر الصديق يقول: قلت يا رسول الله، أنا أعمل على أمر قد فرغ منه أو على أمر مؤتنف؟ قال: بل قد فرغ منه. فقلت: ففيما العمل؟ قال: كل ميسر لما خلق له. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه اسناد صحيح أيضا قال لأبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: إن الله لو شاء أن لا يعصى ما خلق إبليس، إن الله لو شاء أن لا يعصى ما خلق إبليس. سبحان الله سبحان الله. يعني رجل الذي يعطي رأسه أو أذنه لامرأة، هذا رجل فيه ما فيه من خبث النفس وخسته. وطبعا أصلا من ترك زمامه لامرأة فقد ترك زمامه لبحر هائج فيه ظلمات، وهو لا يفلح بحال. وهذا نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. مثلا أيضا هذا قدر الله جل في علاه، إن الله يهيئ الأشياء ويهيئ الأسباب لترى الخوافي، لترى الخفايا التي كانت من زمن لا تعلمها، لترى الخفايا لا يعلمها إلا رب البرايا سبحانه جل في علاه. فلا بد من أمور تأتي هكذا يصطنعها الله جل في علاه ليظهر لك ما خفي عنك ولو سنين طوال. فالله يظهر لك النفوس في هذا الباب. فسيكفي كوم الله جل في علاه. الإشكال في ذلك كما قلت يعني أن صاحب الخير بيضيع خيره بسبب أمر كهذا، فالله المستعان. أقول إخوتي الكرام، هنا الأمر ليس أنف. أبو بكر الصديق سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل الأمر أنف؟ الأمر أنف. فقال له: لا. الأمر أنف؟ قال: لا، ولكنه فيما مضى وانقضى. فقال: على ما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. بل في هذا بيان على أن الله جل وعلا قد فرغ من العباد، فرغ ربكم من العباد، فعلم أهل الجنة من أهل النار. لذلك قال أبو بكر: فإن الله جل وعلا، هذا غيب لابد أن يكون توقيفيا. قال أبو بكر: قبض الله قبضة في يميني وقال هذا، نعم، وقال هذا، قبض قبضة في يميني وقال هذا، هؤلاء النار وهؤلاء للجنة، وقبض قبضا بيساري وقال هؤلاء للنار. فذهبتا إلى يوم القيامة ومسح الله على ظهر آدم فأخرج ذرية، فقال: هذه للجنة ولا أبالي، وهذه للنار ولا أبالي. وفي رواية قال: ادخلوا الجنة، وقال هؤلاء ادخلوا النار ولا أبالي. ولذلك قال الله تعالى: كل ميسر لما خلق له. قال: كل ميسر لما خلق له. وفي الحديث وإسناده صحيح قال: إن الله لو شاء لا يعصى ما خلق إبليس. وهذه فيها دلالة أنه ما من أحد إلا وقع في المعصية. كلنا ذلك الرجل. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن تغفر تغفر جما، وأي عبد لك لا ألم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي قال: ما من أحد إلا وأخطأ أو هم بخطيئة إلا يحيى ابن زكريا. وقد قال المسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. فالعين تزني وزناها النظر، والفم يزني وزناه القبل، إلى آخر الحديث. فالغرض المقصود بأن الإنسان كتب عليه شيء سيراه، وأن الإنسان لابد لاقي ما كتب، لأن الله لما خلق القلم قال له اكتب، قال: ما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن يوم القيامة. إن كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. نسأل الله جل في علاه أن يحفظكم ونحفظ بكم، وجعل ذلك إخلاص لوجه الله الكريم. الفاظ مستنبطة: فرغ ربكم من العباد، علم أهل الجنة من أهل النار. لا ركون لما سبق من الكتاب، فكل ميسر لما خلق له.
حسن التعليم بالسؤال والجواب، وهذا الذي فعله أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.